السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم راح نقدم لكم لم توم بطريقة سهلة وبسيطة. نروح مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اللحم بالمية حلال، حوالي زوج بصلات ربيتهم، بصلات كبار كده، راح يكون فيها الثوم، عندي هنا شويه ثوم، نضيف شويه، نضيف كمون اساسي ضروري هنا في الثوم، لازم الثوم، الكمون، نضيف ثاني فلفل ما كترش هنا، تبل هكذا اللحم تاعي وتجي بنينه. هكذا نقعد ندير فيهم هكذا، ندخل فيهم هكذا، نشد اللحم هذه تاعي هكذا، تدخل هكذا بالتوابل، تشرب بالتوابل. دوك نقليها، نحطها على نار متوسطه ونقليها، ونخليها تطيب على نار متوسطه، كي تتمرك وتتقلى نمرقها. انا هنايا حطيت الحمص تاعي، حبه بصل قصبتها هكذا على ربعه، طلقتها ثاني باش تعطيني البدنه. الآن نملح الحمص تاعي، نحطها شوية ملح، مكترش الملح لأنو الطنجرة تاعي تاني مملحة، اللحم تاني الملحية مملحة. نزيد لها شوية فلفل كحل، فلفل كحل تاني مكترش باش متبدلش اللون تاع المرق. نزيد نحط تاني هكذا عظمة ولا حما هكذا، نطلقها تاني باش تعطيني البنة، نغطيها ونخليها طيب. هكذا نحصل الحمص تاعي تكون بنينه. خبز مرحي ريحته، اللي ما عندهاش مثلا الريحيه باش ترحي تقدر دير بالريحيه تاع البصل بالجهه الدقيقه. عندي هنا فلفل كحل، عندي كمون، عندي ملح، عندي مارغارين، عندي بصل، عندي ثوم، عندي حبابيط. نملحها، نحط لها الملح شويه لانه انا القدره تاعي راهي ملحه ثاني. شويه خبز هكذا لا شابلون، نحط هكذا ونشوف عيني ميزاني، حوالي زوج ملاعق. نحط هنايا شويه بصل، هنا شي بنن اللحم تاعي. نحط هنايا شويه ثوم هكذا، نحط شويه مارغارين اللي يحب يحط الزيت باش ما تجيش ناشفه. نحط التوابل، فلفل كحل ما نكثرش هكذا لانه حطيت انا التوابل ما نكثرش، لانه حطيت انا في المرقة في المرق وفي الحمص حطيت التوابل، كمون هكذا. هنا نبدا نعجنها ونطمها بالحبه تاع البيض، ما نحطش البيضه كامله، نحط باش بعيني ميزاني نكسر البيضه هذه، نحط بشويه ونشوفها باش ما تجينيش جاريه. هاش كان نضربها هكذا، نحط بشويه بعيني ميزاني، ها شويه هكذا باش ما تجينيش جاريه هكذا. حتى لو كان جاتك جاريه تقدر تزيدي تنشفي بالخبز مرحي ولا بلا شابلير هكذا، لانه لا شابلير يساعدني اللحم هذه تاعي باش نقدر نلمها وتجي الحبه تاعها باهيه. هكذا ندخل التوابل مليح مليح، نعجنها قد ما نعجنها قد ما تعطيني نتيجه مليحه. هكذا راهي مليحه، هكذا نعجن مليح، ندخل المكونات فيها. الحبات تاعي نهزها هكذا ونقعد نبرم فيها هكذا، لكن التصقت لي نستعين شويه هكذا الماء ونسد شويه برك هنا، ونقعد نبرم فيها نحصل الحبات هكذا.
مرقتها، مرقت الخضره تاعي، نخليها طيب هكذا لانه انا المرق هذا راح نحتاجو نطيب فيه لي بولات تاعي ولا تاعي. بعد ما البصل هذا تاعي، بعد ما حطيت له انا شويه زبده شويه زيت، حطيت اللحم، حطيت البصل، حطيت الثوم، حطيت التوابل، حطيت الفلفل الكحل والكمون برك هنا وقليتهم. بعد ما تقلاو لي مليح مليح، مرقت القدره تاعي، نعمر نغطيها مليح ونخليها، نخلي اللحم طيب. نص تاعي راه طاب، طفيت عليه، شوفوا كيفاه طاب الزبده، الله الله وبنين. الملح هنايا ندوقوه، لا كنا خاص في الملح نزيدوا له طبعا. هذا راه طايب وقطفت عليه. زدت شويه ديال المرق، انا الملح تاعي طابت نطلق هادو هكذا باش ما يفسدوش. طيبهم، اللحم تاعي راه هايب، البولات تاعي ما راه يطيبو. كي نجي نحركها ما نحركهاش بالمغرب، ندير هكذا هكذا باش هكذا باش تقعد لي اللحم تاعي شاده لا فورم تاعها. هنا قريب طيب، ها هي هنا راح نجي نسد كيما سربت الطبسي تاعي هكذا. حطيت اللحم، حطاني لي بولات هكذا، زيد شويه حط الحمص، ها الله هكذا. نزيد لها المرقه شويه تكون هكذا واجده. انا هز المرق سقي هكذا وهكذا تكون واجده. هنا الثوم تاعنا راه واجد، ها هاي اللحم طابت، الزبده الله الله، الحمص تاعي، اللحم هكذا قدموها واش هي طيبه، شحيتكم في الجنه. انا المرق تاعي هنايا حصلت عليه اللون ديالو ابيض هكذا، ما يجيش احمر. اللحمه تاعي كيف درت لها، حطيت اللحم قبل ما نطيبها، اللحم تاعي حطيتها في الخل والماء 10 دقائق ومن بعد شللتها مليح وطيبتها. هذه كتدبيره. هنا ما تنساوش ديروا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اللي ما اشتركش. والسلام عليكم.